كان داك الشيء مزيان. حداك ما كانش متصيره بزاف، مي بلوز او موان داك الشيء كان ساهل. اللي خدم بغا يجيب، اللي ما خدمش ما غايجيب. من الاخر كنت متوقع حطوه لك؟ ماشي كلشي ليكزارسيس ديال الميكانيك ما كنتش متوقع يتحط لينا، مي الحمد لله جي بو سيغمونتي داك الشيء الاخر. في الاخر كان الخير الحمد لله. في البارتي الاولى تاع الشيمي داك الشيء كنت خدمت انا والدري وراني هنايا تحت تقريبا نفس الحاجه. او الامتحان راه ما كانش صعيب بزاف، كان في المتناول. كان في المتناول، كيبقى مشكل تاع الوقت هو اللي ما كيخليناش. والاساتذه راه الوقت ضيق، والاساتذه راه معاملين فهمتي، ماشي شي زيار، ما كاين لا ستريس لا ولا كيموتيفيون. كلشي مزيان ساهل. دوزنا فيزيك من 8 حتى 11. شحال دوزتي فيه ديال الوقت فهمتي؟ دوز غير دمي ساهل. لا داكشي في المتناول. شنو الماده اللي متوقعه غتخدمي فيها مزيان؟ المات، ما تحيت هو اسهل حاجه صافي. انا الحمد لله صراحه كان شي حاجه في متناول، خصها البنادم يبريباري غير شويه صافي، غيكون مزيان ديك 14 ديالو 15 غادي يضمنها. ودونك كلشي تقريبا كتشوفي هنايا كلشي كيقول بان الامتحان كان في المتناول. ما كانوش معاكم شي وحدين ما عرفوا ما يخدموا ما عرفوا ما ها؟ كانوش معاكم شي وحدين؟ هادوك اللي تيقولوا ما عرفوا ما ديروش يكونوا العام كامل ما قراوش اولا، وعاد كيزيدوا مونك بريباراسيون، ما كيدير والو، كيجي استاذ كيجيبو للدار كيتفلى عليه ولا شي تخربيقه بلاص ما يتبع في لو كور ديالو داك التخربيق. شي حال فاهل بالروز ولا فاهل؟ يعني اللي حافظ يجاوب على داك الشيء. واخا ما تكونش تكون فاهم شويه تجيب معدل ديالك، هذا عام كلشي ناس ان شاء الله. وديما وداد بطل ولا 20. فيزيك. المادة اللي متوقع انك تجيب فيها مزيان الفيزيك.